مستمرين مع هيونداي مشاهدينا بأوتوفوكس ووكلاء هيونداي بلبنان سانشوري موتور كومباني. مرة جديدة معنا ميشيل المر سيلز كونسلتنت بسانشوري موتور كومباني وهيونداي بشكل خاص. هاي ميشيل. هاي. يوم سانتا في معنا SUV أخذ كتير ضجة خاصة بلبنان وبعرف نسبة البيع عم تكون كتير عالية. شو السبب؟ هيدا اللوك اللي عم تشوفه هون هو ثيرد جينيريشن من سانتا في. اول شيء غيروا الكونسبت صار جمعوا بين ال 4x4 والسبورتي لوك. اذا بنلاحظ اول شيء هيدا بيجي ب 2 انجن 2.4 179 حصان 4 سلندر اكيد وعندك 3.3 270 حصان 6 سلندر. هالفور ويل درايف اللي عم نحكي عنه هون جمع لكافه الاذواق للي بده يوفر بنزين هالاربع سلندر لست سلندر للي بحاجه لبرفورمنس اقوى. هالكروم جريل الاكزاجونال شيب مع هالثلاث شفرات ال اي دي الداي تايم لايت مع الكورنرنج لايت ليزيدوا من هالسبورتي لوك ومن فخامته، بس تشوفوا على الطريق ما ممكن ما تلاحظوا هالايروديناميك شيب واللاين الموجوده فيه الامبيكاب جنوطه 19. على كل حال صرنا عم نعرف هيونداي من وراء الشيب الاماميه لها محافظه على نفس اللوك بمعظم طرازاتها، وصرنا دغري هيك من عن بعد مسافه بتعرف انه السياره هي اللي حد كيف هيدي السيجنتشر لهيونداي. هالكروم جريل بالايدين وعندك أزوال الكروم هاندلز والفول بانوراميك سانروف من الاول للاخر ذا وايدست بانوراميك سانروف اللي قاعد بال7 سيتر فيه تمتع مثل اول واحد بهالبانوراميك سانروف. ال اي دي ميلت ورا والكام سنسرز يعني كمان لوك خلفي بعد كثير حلو مثل ما شفنا لوك الامامي للسياره. ورح نوصل بعد شوي على الداخل تضوي اكثر على الكابن للنيو سانتا في 2015. مثل ما ذكرتي هو جنراسيون الثالثه من هالاس يو في الرائع وبهالشيب الحلو كثير اللي حكيت عنها ميشيل باوتوفوكس اليوم. اهم شيء تعرف جورج هيدا 7 مقاعد الفور باي فور مش بس 5، ممكن المقعدين السادس والسابع يصيروا ترنك وممكن يصيروا مقاعد خلفيه للعائله. اخذ بست فاميلي كار بال 2014 اس يو في. خلينا نفوت على الداخل لنشوف شوي هالمكسوره الغنيه الموجوده. عم نحكي اكيد سيزيام تيبترونيك مع فول اوتوماتيك اي سي دول زون. اذا المدام بتسقع على المستوى بيشاوي كل اللي بحط الكلايمت كنترول اللي بيناسبه وعندك ازوال الاي سي اللي ميلت ورا، دونك صار في عندك كمان اي سي لميلت ورا لحتى الباسنجرز اللي طالعين معنا يضلوا مرتاحين. عندك الفول اوتوماتيك اي سي اللي حكينا فيه، اليو اس بي الاوكسيليري، هالال سي دي سكرين تاتش اللي بتجي 4.3 انش نعم لتزيد من اللوكجري فيتشرز الموجوده فيه، ال 4.2 تي اف تي الموجودة بالنص بوجه الدرايفر دايركتلي لحتى يصير في نو ديستراكشن عن الطريق. لازم نحكي اهم شيء بهالكروز كنترول والفلكس ستيرينج لتحويل القيادة من النورمال مود تو كومفورت مود تو سبورتس مود. اول شيء بتشوفه بس نفوت على قلب هالسيارة اذا بتلاحظ هالبريميوم لاذر مع الدرايفر ميموري سيت مش بس كراسي كهرباء، عندك ريزيستانس بالسبع مقاعد، السيفتي بهيدي العربيه كثير عاليه، عم نحكي عن 6 اير باج الدرايفر باسنجر السايد اير باجز مع الكيرتن والاي اس بي. وعم نلاحظ هيونداي عم تشتغل كثير على ناحيه السيفتي بطرازاتها الاخيره خاصه. عم نحكي كواكسيال بارز بالبويب، نعم الست اير باج اللي حكينا فيهم الاي اس بي، داون هيل بريك كنترول والاتش اي سي. عم نحكي فاذا غطينا كل النواحي اللكجريس الستارت بوش بوتوم الويلكمينج انت وفايت على قلب العربيه، دونك جمعنا اداء مصروف بنزين لكجري فيتشرز وهاي سبيكس. اكزاكتلي. من بعد ما استعرضنا شكل السياره وشفنا الاوبشنز اللي فيها سعرها لسانتا في ميشيل. ستارتنج برايس للفور سلندرز ببلش ب 36800 مسجل مع تي في او ممكن يوصل لل 49500 حسب قديش بتحب تتغنج والاوبشنات اللي بتحب تاخذها. من الفي 4 للفي 6 اكيد بتفرق العمليه بالسعر، اكيد رح نتغنج كثير بتصور مع 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 هيونداي بحق لنا ما هيك؟ تست درايف از ا ماست لتشوف عن جد الفيلينج. اوكي.
بدنا نحكي على الافتر سيل سيرفيس اللي هي 24/7 والجراج المفتوح ارخص قطعه بالسوق واهم شيء الروت سايد اسيستنس والهوم سيرفيس ضروري ضروري جورج نحن داعينك لعنا الشورم لحتى تجي تجربها معنا. شكرا ميشيل اكيد رح نجي نجرب السياره. مشاهدينا ويلرز دوت مي ما تنسوا دائما الويب سايت لتشوفوا كل السيارات باوتوفوكس وغيرها تعملوا مقارنه تشوفوا سندكم بالبنك سعر السياره وغيرها كلها على ويلرز دوت مي. الى اللقاء.